وبمناسبة الذكرى 57 لثورة 26 من سبتمبر نستضيف معنا اليوم فنان ثورة فبراير عمر البنا. أهلا وسهلا فيك عمر، كل عام وأنت والوطن بألف خير. كل عام وأنتم بخير والجميع إن شاء الله والوطن بخير بإذن الله. الله يخليك عمر. عمر، بالبداية حدثنا عن ألبومك الجديد، كم يحتوي من أغاني؟ بداية قبل أن أتكلم عن الألبوم، هو يعني أحب أشكر أولا اللي دعموني في الاستماع يعني، وشاركوا الألبوم لجميع الأصحاب والأصدقاء. هذا الألبوم هو مكون من 10 أغاني، يعني سجلته تقريبا في مدة يتجاوز السنتين يعني، لأنه أصلا صراحة أخذ مني وقت كبير جدا، لأنه تم التسجيل في عدة استديوهات لو لاحظتم في الألبوم من شارك في العمل وغير ذلك. أيضا المشاركين في العمل معي من كورال وطاقم كان كبير جدا، لأنه اختلاف الاستديوهات والأماكن هذا اللي يعني ظهر لكم في يعني الناس شافوا مثل ما نقول الألبوم وأعجبوا في الألبوم، لأنه كان متعدد الألحان أنا أعتقد، وأيضا الكلمات، وأيضا الناس اللي شاركوا معي صراحة ما قصروا. هذه الفكرة يعني. جميل عمر، إحنا الآن نشتي نعرف من هم أبرز الكتاب والملحنين الذين شاركوا معك في العمل. والله بالنسبة للألحان هو أنا أخذت فقط من لحنين تقريبا، الأستاذ الملحن الفنان خالد مفلح، وأيضا الأخ الكريم الأستاذ الفنان أيضا الأستاذ أحمد الأستاذ أحمد الحامد بالاشتراك معي. أيضا أنا فعلت فيها من ضمن الألحان أنا اللي كان النصيب الأكبر من نصيبي يعني، لأنه كان في الأخير كنت نعم بهذه الطريقة، لكن التوزيع لكن كان مختلف. التوزيع شارك معي في التوزيع محمد الحذيفي والموزع الموسيقى محمد الحذيفي، والفنان الموزع أيضا اللي الموزع اللي هو مروان، وأيضا مروان حمادي، وأيضا الموزع الفنان أيضا حسام الوراثي، وأيضا لا أنسى أيضا الفنان أيضا أحمد محروس. جميل. طيب أي عمل فني يصدر لابد أن يكون خلفه دعم سواء مادي أو معنوي، ما نوع الدعم الذي تلقيته ومن من؟ والله هو الدعم أغلبه معنوي يعني، لكن المادي هو كان جهد شخصي تماما، أنا وأيضا منتج العمل اللي هو أخي الكبير يعني، كان فعلا جهد شخصي تماما، لم يشاركني فيه أحد يعني، باستثناء الدعم يعني المعنوي اللي شاركتوني كلكم فيه بالتشجيع وغير ذلك. جميل. طيب أكثر أغنية انتشرت لك في هذا الألبوم؟ هو الألبوم لازال يعني ما نقول يعني، أني كنت على أساس أوصل الفكرة، هو لم ينزل ألبوم مرة واحدة دفعة واحدة يعني، على أساس أقول هذه اشتهرت ولا هذه اشتهرت يعني. كان هي خطة التسويق الفعلية اللي صلحناها يعني، كان هو يعني أغنية في الأسبوع أو أغنية كان كل 10 أيام. أيوة، لكن أكثر أغنية، أكثر واحدة من بين الأغاني اللي نشرتها تلقيت رد فعل، تلقيت مديح عليها، ماذا كانت؟ والله هي الأغنية الأولى اللي نشرتها أكيد هي كانت الأولى اللي هي كان كل الناس شكروا فيها، وآخر أغنية هي لا زالت قبل أسبوع واحد يعني نزلتها يعني، واستمر العمل في إنزاله خلال شهرين تقريبا، لأنه 10 أغاني، فأعتقد أول أغنية هي لأنها الأولى فالناس كلهم شاركوا فيها يعني. طيب عمر، طالما احنا نتكلم عن الألبوم واستضفناك عشان نتكلم عن الألبوم، نروح ناخذ واحدة من الأغاني ونسمعها مع بعض ونرجع لك. Thank you.
سمنا تنسى ويومنا قطع تجمع الأحباب يا محلى ذي اليوم نحونا نحكي لنا معك عن اليوم والله أغلى الناس يا صادق الإحساس أغلى من الألماس نلقاك ذا اليوم والله أغلى الناس يا صادق الإحساس وفقت في الاختيار عمر. طيب عمر قلت عامين لإعداد هذا الألبوم، أكيد في خلال هذا العامين واجهتك عوائق كثيرة، ما هي العوائق التي واجهتك وكيف تعديتها وكيف تجاوزتها؟ والله هي العوائق اللي واجهتني عادة ما هيش تواجه كل فنان من ناحية الدعم وغير ذلك، لكن هي بالإصرار الحمد لله رب العالمين. أعتقد أنه ما كانش في عائق كبير في البداية إلا اختيار عناوين الألبوم أو بالأصح محتوى كل أغنية هي العائق الوحيد، لأنه تحتاج إلى إعداد وتحضير ومن سيكتب الكلمات وعن ماذا ستتحدث. هذه فعلا هذا شفته كان العائق، لكن الحمد لله عدت على خير. طيب أنت اخترت للألبوم عنوان رفيق الروح، لماذا؟ هو والله كانت مجمل الأغاني أنا عرضتها، أنا قبل ما أسمي الألبوم رفيق الروح كان هي مجموعة من الأغاني اللي هو 10 أغاني مع كلماتها، فاخترت تقريبا 10 كلمات أو 10 عناوين وعرضتها في السوشيال ميديا وطرحت الاختيار بعدين للجمهور يعني، فكان الاختيار أغلبهم إلى عنوان رفيق الروح، وهي أيضا من ضمن الألبوم نشرت وهي آخر أغنية. جميل. طيب إحنا الآن تكلمنا عن عنوان الألبوم، لكن أبرز المواضيع التي ركزت عليها في الأغاني ما هي؟ هي كل أغنية لها قصة، يعني إحنا حاولنا نفعل لكل أغنية قصة، منها تتكلم واحدة مثلا تتكلم عن الأبناء أو حب الآباء للأبناء والعكس يعني، أيضا ركزنا على أنه الإنسان يمر أيضا بما بأخطاء وغير ذلك، لكن من كثرة يعني الأخطاء وغير ذلك، لكن يستطيع أنه يعدلها ما دام هناك نصح فقط غير الملامة يعني، أنه أيضا في معانا اللي هو على تحقيق الأهداف واختلاف يعني كل واحدة تختلف عن الأخرى بهذه الطريقة يعني. معروف عنك بالأغاني الوطنية يا عمر، هل تضمن هذا الألبوم أغنية وطنية؟ والله هذا هو الألبوم للأمانة صراحة لم يتضمن فيها أغنية وطنية، لكن كانت هي عبارة عن أغانيه كلها اجتماعية، لأنه كان فترة إنتاج الألبوم كنا نبحث عن شيء يكون عام للجميع يعني. هذا السبب ندخل الأغاني. إحدى الأغاني تقريبا كانت باللهجة المصرية صحيح؟ هي نعم هيك، أيضا هذه أغنية تتكلم عن الزوجة يا طبعا بعد الردود الكثيرة جدا الناس كانوا يتكلموا يعني من باب أنه لماذا يعني تغني للزوجة وأنت مش متزوج ربما يعني، لكن كانت هي طلبة الجمهور فقلنا خلاص نغني يعني مش مشكلة نغني تمام. طيب هل تفكر أنك تختار واحدة من هذه الأغاني وتعملها كليب؟ والله أنا كثير التفكير يعني كل مرة أفكر بواحدة، لكن أعتقد أني سأعرض الألبوم مرة أخرى للتصويت للناس ما هي الأغنية المفضلة لهم حتى أنتجها الألبوم، أنه أنا صراحة أنا أعتبر الألبوم كامل أو 10 أغاني كأولادي. اعمل اللي تشتي لكن لا تعملش حق الزوجة عشان ما تعاتبش مرة أخرى وما تهزأش تمام؟ والله فعلا على فكرة هي الأغنية تم تصويرها من قبل كليب لكن للأسف الشديد احتذفت يعني التصوير وإلى آخره، حصلت مأساة في هذا الموضوع. معوض إن شاء الله. طيب ممكن تسمعنا أغنية من الألبوم؟ سأسمعكم طيب الأغنية تقريبا الأخيرة تفضل، أو الأغنية الأولى يعني كما تحبون يعني. لا بأس اختار اللي تحب، الأولى نفضل الأولى كما يقولوا في الكنترول. تمام الأولى. تمام لحظات فقط تفضل فقط الكلمات. تمام
قلبي من الدنيا تعب والله ومن كثر الكلام تجرحني لو نظرت عتاب لا عاد تجرحني الملام قلبي من الدنيا تعب والله ومن كثر الكلام تجرحني لو نظرت عتاب لا عاد تجرحني الملام نفسك إذا زلت بيوم تعرف خطاها وما تعيد تعرف خطاها وما تعيد نفسك إذا زلت بيوم تعرف خطاها وما تعيد تعرف خطاها وما تعيد لا تزيد على الناس الهموم الكل يخطئ ويستفيد لا تزيد على الناس الهموم الكل يخطئ ويستفيد قلبي قلبي يا قلبي قلبي من الدنيا تعب سلامة قلبك من التعب عمر البنا أشكرك جزيلا الشكر أتمنى لك كل التوفيق شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا. لك